اسمعي، كملي التحقيق معه ولا تقصري بشيء. خلاص بكفي. سيدي اسمعني شوي. سيدي استنى شوي. ما عملت شيء. اذا بتعيد. اف يا ليكي مانو. مانو شو وين كنتي؟ كنت عم بستناكي. ايه انا اجاني اتصال من مديري، كمان كان في مشاكل بالفواتير تبع اليوم، سألني على كم شغلة. طيب ماشي فهمت، هلأ تعي نفوت، كل شي صار جاهز، لازم ننادي للكل. ايه يلا. ماما بابا، تحضيرات المراسم انتهت، الحكيم عم بيستنى برا. يلا. شو ماما؟ شو صار؟ كل شي تمام؟ ايه كل شي تمام التمام. تعرفي؟ رح يعفنوا ورا القضبان ماما. عم يلعنوا الساعة يلي تجوز فيها مازن من جانا. ما عاد في داعي نقلق منه. هلأ اجيت صار بأمان منه. ما عاد فيهم يعملوا شي. عن جد؟ نحنا شو عم نعمل هون جوا؟ خلينا نطلع. شو؟ خلينا نكون جزء من سعادة بيت حماكي. وسعادتنا ما بتفرق عن سعادتهم. يلا يلا. يلا احكي لي شو عملتي مع مرت ابني؟ كيف عذبتيها؟ اليوم رح خليكي تعترفي بكل اخطائك معها. زتيتي شنتيها لبرا؟ وشو كمان؟ ما عملت شي معها ابدا. انا عم بحكي الحقيقه، والله ما عملت شي. الله ولا شي. ايه انا مستحيل صدقك، انا بعرف النسوان اللي مثلك كثير منيح. ملكات الدراما. ليكي عم قل لك لاخر مره، ها بتقولي ولا لا؟ ايه ايه ليش عم تضربي امي؟ امي ما عملت شيء. احكي لك شي كلمه. احكي احكي احكي. كيف حالك؟ ما عم تضربوه ولا شو؟ احكي احكي احكي. لك فاهميني ليش عم تضربي امي؟ لك احكي. لك عايز تضربي امي؟ بدي اورب لك جسمك. حضرة المحقق، حضرة المحقق، بهي الطريقة امي ما عملت شيء. امي ما عملت شيء ابدا. سيدي رح تضربوها. سيدي طول بالك. سيدي اتركوا. سيدي ما بصير هيك. شو بدك تحكي؟ يلا احكي 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 وبعدين انا بقرر شو رح اعمل. يلا قول. حضرة المحقق، في حدا عم يحاول يفتر علينا، نحن ابرياء. ايه ايه حضرة المحقق، هذا كله افتراء، احنا ما بنعامل نسواننا هيك ابدا. فيك تسكت؟ لا تحاول تتزاكى علي ابدا. هلا انا عم بتعامل مع مرتك، بس اذا بتحكي كلمة زيادة بدي علقك من رجليك وخلي لونك يتغير. سيدي لو سمحت، اعمل فيني اللي بدك اياه يا سيدي. لا الله يخليك. احبسني واضربني قد ما بدك، بس خليهم يتركوا امي يا سيدي مشان الله، لا تخليهم يضربوها، لا تخليهم. هاي كملي التحية معهم. اليوم وبمناسبة عيد زواج أمي وأبي، إخواتي الثلاثة رح يقدموا لنا مفاجأة حلوة. لهيك سيداتي وسادتي زقفة كبيرة. اختي يلا. لا فايشو، أنا ما رح روح. روحوا لوحدكم. اختي تعالي. فايشو تعالي. اختي أنا فهمانة أنت ليش ما بدك تيجي معنا حبيبتي.
بس رغم اللي انت مريتي فيه بهالكم يوم ليكك عم تحتفلي وانت كلك حزن من جوات قلبك، هالشي كتير مهم. من الصبح لابسه هالوش المبتسم دائما وعم تعملي حالك مبسوطه يا اختي، وهالشي هاد خلى امك وابوك يكونوا مبسوطين كتير. بس هلا اذا ما رح ترقصي معنا يعني رح تخلي الكل يعرف هلا بالحزن اللي ورا هذا الوش الضاحك، واكيد ابوك وامك رح يعرفوا اذا انت قلتي لا. هلا اكيد رح تحاولي فرحة ابوك وامك لحزن، واذا ما بدك تشوفي الدموع بعيونهم ويضلوا مبسوطين هيك فلازم ترقصي معنا يا اختي. انت لازم تضلي عم بتحافظي على ابتسامتك دائما كرمال سعادة امك وابوك، يعني لازم تضلي عم تضحكي وتفرحي ولازم ترقصي معنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.